عشر سنين شغل ولسه مش عارف اشتغل. الشغل ده زي الجواز، ناس بتتجوز وناس بتقضي حياتها مغازلة، مرة تسجيلي ومرة درامي ومرة برامج تدريب لناس مش عايزة تبقى أي حاجة، عامل زي اللي بيبني مستقبله بورق الكوتشينة. الفيلم المرة دي تسجيلي، مش عايز أعمله بس لازم أعمله، ده أول شغل يجيلي من 3 شهور، بس لازم قبل التصوير أجمع معلومات عن موضوع الفيلم. فرفوش مش عارف ليه مش مرتاح للفيلم ده، أول مرة يطلبوا مني أنزل قبل التصوير أجمع معلومات عن موضوع الفيلم، عن واحد ما يعرفوش عنه غير إنه كان مغني واختفى من سنة، بيقولوا كان ظاهرة حاجة مستحيل تتكرر. اسمه غريب قوي، فرفوش. أشوف مين فرفوش ده، ريت يدفعوا لي حاجة تحت الحساب، أنا محتاج الفلوس دي جدا. مش عارف أكتب الفيلم ده إزاي، بس على الأقل عارف أدور فين. بتدور عليه ليه؟ دي أشكال ماجنة فاجرة مارقة، راح وراحت أيامه ما عدناش نسمع عنه. بيقولوا إن هو هاجر أمريكا، بس أنا ما أعتقدش إن هو راح أمريكا، هو يروح ستوكهولم كوبنهاجن، هيقعد هنا يعمل إيه؟ ما كانت حاجة عادية يعني إنه يختفي ويتجنن لما حبيبته تسيبه، ده فاشل. ايه اللي يخلي واحده ترتبط بفاشل اساسا؟ اوكي ويت طيب انت جربت انك تدور عليه على الفيسبوك تويتر؟ انت لو حابب ممكن تعمل فيلمك عننا، مش هنختلف في الفلوس ما تقلقش. اول القصيده كفته. البدايه دي بتفكرني بشغل كتير عملته قبل كده، وانا غلطان ان انا قابلت الشغلانه دي. غلطان. ايه اللي انا بقوله ده؟ ما هم اللي ادوني اسامي الناس دي وقالوا لي هم دول اللي يعرفوا فرفوش كويس. مش هينفع استسلم، لازم اكمل، لازم. عارف الناس بتاعت السيما؟ الناس بتاعت السيما هو كان عامل زي الناس بتاعت السيما كده، وكان صوته بص، معلش مش قادره اتكلم دلوقتي. انت مين قالك تسال الحاجات دي ليه؟ شكلك مخبر يا ابن ال فرفوش. تيم والقران اعرفه، وكان بيجي وياخد مني شريط واتنين وتلاتة، وعلى فكرة وخد في بالك ما كانش له في البني خالص. انت هتعوز ايه بقى؟ دون كيشوت كان بيشوف ايه في طواحين الهوا عشان يتخانق معاها. كان بيغني الاغنيه اللي هي كان اسمها ايه الاغنيه دك، هي يعني اللي اسمها اللي كان بقى بيلحنها الملحن اللي اسمه بس انت حابب تعمل فيلم عليه ليه يعني؟ اقولك تعمل فيلم عن مين؟ الولا حودة الحود، جامد قوي، عامل اغنية اسمها اه منك يلي عيني منك، ده اللي تعمل عليه فيلم مش الاشكال بتاعتك دي. ما الفقرة مالهين البلد، ما تشوف الناس دي ايه السبب في فقرها، ما تشوف الناس اللي عمالة بتموت على الحدود وبتموت في فلسطين وغزة، ولا خلاص حلينا مشاكلنا؟ ما مش فاضلنا غير الفنانين اللي ماشيين في الشوارع، ده لو كان فنان اصلا هيعرف ايه ده؟ ارى ايه؟ اتعلم ايه؟ يفهم ايه في الموسيقى؟
الو. ايوه منى، انا مش هعمل الشغل ده. ادور انا على فرفوش بتاعكم ده ليه؟ مش موجود. سجاير؟ شايف الشارع اللي هناك ده؟ شايفه؟ اخره في كشك سجاير، اشتري منه. اوقف لك تاكسي. جافنوهو على مال احسن. ومن العلم ما قدم. تاتيها هاتيها جافنوهو على مال احسن. ومن العلم ما قدم. هاتيها 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 جابلو